قوية سير. رئيس مكتب طلبة الطب الرباط وعضو في اللجنة الوطنية طلبة الطب الأسنان والصيدلة. حنا اليوم عقدنا الندوة الصحفية بعد ما جات بادرة حسن النية ديالنا من أجل فتح باب الحوار. كما كنتم عارفين كانت عندنا مسيرة في تاريخ 25 أبريل مورا ما سمعنا عبر الوسطاء وعبر خرجة الإعلامية ديال السيد وزير التعليم العالي المحترم ورئيس الحكومة المحترم اللي قالوا أن باب الحوار مفتوح. كنا كننتظروا اجتماعات رسمية وبالتالي حنا أجلنا المسيرة من أجل أننا ما نطيحوش في التصعيد وسط الحوار باش نسهلوا الأرضية. مالوغوزمون داز سيمانة كاملة لم يتم استدعاؤنا لأي اجتماع. كانوا كيقولوا أنهم يستدعونا مع العمداء الكرام ديالنا، لم يتم استدعاؤنا مع العمداء ديالنا، باب الحوار باقي مفتوح. لذلك فحنا نتساءل أن كيف نريد حل حالة هذه الأزمة وتجنب السنة البيضاء الذي لا يريد أحدا أنه يطيح فيها، نظرا للخسائر ديالها راه غيتحمل المسؤولية ديالهم كاملين. الطلبة غيتضروا منها، المسؤول غيضر منه، ولكن المصدر الكبير هو راه هو الوطن، هو المغرب. لذلك فاحنا ما بغيناش نطيحوا في السنة البيضاء، وكنتمنوا ان الحوار يعاود يتحل، لان لا لن تكون حل حالة هذه الأزمة الا بالحوار الفعلي والجاد، هو اللي غادي يرجع الطلبة للمكانة الأصلية ديالهم اللي هما مدرجات ومستشفيات الجامعية. عماد حميد الدين، طالب السنة الخامسة، رئيس مكتب طلبة الطب طنجة وعضو باللجنة الوطنية لطلبة الطب طب الأسنان والصيدلة بالمغرب. الندوة جات في إطار تبيان ان حنايا كممثلين طلبة وكطلبة بابا ما باغيين نلقاو الحل، وباغيين نجلسوا على طاولة الحوار من اجل تفادي السنة البيضاء ومن اجل الخروج بحلول ممكنة. حنا عارفين بلي كاينين مجموعة من الإكراهات، عارفين بلي الملف المطلبي ديالنا لا يمكن ان يتحقق بنسبة 100%، ولكن كاينين مجموعة من الحلول اللي تقدر تكون هي الامل او الطريقة باش تحل هذه الأزمة اللي دامت اكثر من 4 أشهر. فاليوم اكثر من 25 الف طالب اللي داير مقاطعة مفتوحة منذ أزيد من 4 أشهر لا يمكن أن يكون مستمر في هذا النضال، إلا وأنه عنده مجموعة من المطالب اللي مشروعة ومجموعة من المطالب اللي حقيقية كتقيس جودة التكوين دياله، واللي كتهم المستقبل ديال التكوين الطبي والمستقبل ديال مهنة الطبيب في المغرب. حنايا كنعاودوا ندعيو للحوار من أجل إنهاء هذه الأزمة، والحل الوحيد اللي كاين باش انه الطلبه يرجعوا للمدرجات ديالهم ويرجعوا لاراضي التدريب الاستشفائيه هي التفاعل الايجابي والواقعي والاعطاء ديال الحلول مسؤوليه من طرف الوزاره باش يتسالى هذا الملف. وحنايا في اللجنه الوطنيه كما كنقول دائما كنا ولا زلنا منفتحين على الوساطات اللي غادي تجيب حل لهذه الازمه، وان شاء الله كنتمنى ان الاشاره اللي عطى الوزير بعد لجنه المساءله الاخيره في البرلمان بانه فتح باب الحوار سيكون مع الممثلين. كنتمنى انه يتفعل على ارض الواقع، خاصه بعد ما بادرنا اننا نحطوا طلبات الاجتماع، وكنتسناو لحد الان استدعاء ديالنا للوزاره من اجل حل هذه الازمه. سنه بيضاء راه كتعني واحد العام ناقص المغرب، لا من اطباء لا من صيادله، طلبه ما يمكنش يضيعوا عام. وكان جا زعما على لسان رئيس الحكومه ووزاره التعليم العالي في شخصيه الوزير السيد المراوي انه سنه بيضاء احتماليه زعما كبيره، زعما بعيده جدا، ونتمنوا انه تلقى حل الازمه في اقرب وقت. وحنا راه كناكدوا راه ما عمرنا كنا باغيين سنه بيضاء، بالعكس كنا سباقين وسباقات من اجل تهدئه الاجواء واننا نوصلوا لواحد الحوار اللي مزيان، حيت ما يمكنش نبقاو هكا منذ 4 أشهر بدون حتى شي حاجه. السبيل الوحيد لحل حاله الازمه هو الحوار، هو حوار جاد، انه مكامن الخلل اللي هضروا عليها الطلبه اننا نستجبوا لهم. مين غادي نستجبوا لهم؟ طلبة لا يمكن انهم زعما المرونه اللي مشهوده على طلبه الطب والصيدله انهم ما يبغيوش انهم يستلفوا الدراسه ديالهم، راه اغلى ما يملكون هو التكوين ديالهم. يعني في هذا الاطار هذا نحن نتساءل، مدينا اليد، هل من مجيب؟ حنا كنبغينا استجابه يعني طلبات الحوار اللي حطيناها، البوادر الحسنيه ديالنا، و اما فوق هذا الشيء لا نعلم واش نقدروا نديروا شي حاجه اكثر. يعني ونطالب ان شاء الله المسؤولين انهم يلقاو حل في اقرب وقت، لان هذه السنه البيضاء طلبه يرفضونها، ما باغينش انهم يطيحوا في السنه البيضاء، ولكن من يتحمل المسؤوليه هو زعما حنا من جهتنا الباب مفتوح اننا نتحاوروا على جميع النقط. واذا كانوا إذا كانت الوزارة غادية في نفس النهج راه ماشي حنا اللي كندفعوا السنة البيضاء.